العائلات الأمينة هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة. شوف إحنا بنينا العيلة دي على إيه؟ أول ثلاث كلمات تحت أساسها التاريخ، وأساسها المبادئ، وأساسها التطوير. هي دي عيلة النادي الأهلي اللي مبنية عليه، ومش هنتنازل عنها أبدا. طيب بالنسبة للملفات اللي اتشرفت بتكاليف المجلس ليا بيها، هي طبعا في مجالات مختلفة، بحيث ان احنا نحاول نغطي اكبر قطاعات المختلفة في النادي، منها طبعا القطاع الكبير جدا، قطاع خدمة الفرق الرياضية والنشاط الرياضي. كان في تكليف، كان من ضمن التكاليف اللي اتكلمنا بيها تطوير صالة الجمباز، وده طبعا كان انجاز كبير جدا جدا للصاله، لان كانت متروكه فتره كبيره جدا من الزمن. كنا احنا طورنا الصاله نفسها، لكن كان ناقص ان احنا نطور الاجهزه اللي جوه باحدث الاجهزه الرياضيه. المشروع ده اتكلف اكتر من 5.5 مليون، ودي تكلفه تقريبا اكتر من التكلفه اللي اتطور بيها الصاله. جبنا احدث الاجهزه الرياضيه في مجال الجمباز، ماركات طبعا معتمدة من الاتحاد الدولي، وكان ده تكليف من مجلس الإدارة أنا اتشرفت بيه، والحمد لله نال رضا لعبة الجمباز، وأثر على النتائج الجمباز لأول مرة في تاريخ اللعبة بين سنين نحقق المراكز الأولى، بالذات في مرحلة الدرجة الأولى والدرجة الثانية. كمان إنشاء صالة الكاراتيه بالجزيرة، ده طبعا كان حلم كبير جدا بنحلم بيه كل أسرة الكاراتيه، وأنا واحد منهم طبعا بتشرف انتمائي لأسرة الكاراتيه، وأنا لاعب كنت أتمنى أن يبقى عندنا صالة مجهزة ومقفولة مكيفة. الحمد لله ده تم السنة دي، وده طبعا فرق جدا جدا مع اللعبة، ومعنويا وتدريبيا وكل حاجة. وده مشروع اتكلف يمكن أكتر من 9 مليون جنيه، ان احنا نعمل مكان مقفول ومكيف لاولادنا وابطالنا الصغيرين في لعبه الكاراتيه، ومكان يليق باسره الكاراتيه باولياء امورهم. ده برضو كان انجاز كبير جدا جدا انا على المستوى الشخصي كلاعب سابق للكاراتيه بعتز بيه جدا. عندنا كمان تطوير او تغيير، خدنا قرار بتغيير ارضيه صاله الامير عبد الله الفيصل، وده طبعا هيتم البدء فيه في فترة التوقف اللي جاية. تغيير الأرضية ده هيفرق مع كل الألعاب الجماعية اللي طبعا بتتأثر بشكل كبير جدا بالأرضية، وإن الأرضية دي بقى لها من 2007، فده ممكن يعمل لهم أو فعلا بالفعل بيؤدي للإصابات. فإن شاء الله ده بإذن الله برضو من ضمن المشاريع اللي احنا كنا اتكلفنا بيها وهنبتدي بيها إن شاء الله مع أقرب فترة التوقف في ديسمبر بإذن الله. كمان في مجال النشاط الرياضي بس في قطاع مختلف شوية، اللي هو قطاع المدارس، الحمد لله برضو كان عندنا تكليف بملف زي مدارس الألعاب لألعاب النادي المختلفة أو المدارس المختلفة، إذا كانت ألعاب جماعية زي الهاندبول والباسكت والطايرة، أو الألعاب الفردية زي التنس والسكواش والكاراتيه. قدرنا إن احنا إن يبقى فيه زي رسمي موحد لأولادنا الصغيرين في المدارس، وده طبعا كان تحدي كبير جدا، والحمد لله للسنة الثانية أو على التوالي بيثبت نجاح قرار مجلس الإدارة في الاتجاه ده، لأن احنا ما نقبل إنه لازم الأولاد بتوعنا في مدارس الألعاب يبقى كلهم شكلهم موحد، وده بيدي طابع النظام والالتزام والفريق الواحد، وشكلا هو ده اللي ليه باسم النادي الأهلي. وقدمنا الخدمة دي بسعر التكلفة كنوع من انواع ان نرسي قاعده معينه، مش الهدف منها خالص الربح قد ما الهدف منها ارساء مبدا معين بالشكل المظهر الجمالي المفروض يبان عليه مدارس الالعاب. الحمد لله نجحنا في الملف ده. عندنا كمان من ناحيه النشاط الرياضي اتشرفت طبعا بتنظيم بطوله افريقيا للكره الطايره في نسختها 38، واللي حصل عليها الحمد لله النادي الاهلي، وبيزود رصيده من حصيله البطولات الافريقيه في الكره الطايره، والحمد لله كان في ثناء كبير جدا ومن الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي بتنظيم البطوله والاداء المشرف اللي كانت عليه اللجنه المنظمه. طبعا انا تشرفت بكوني رئيس للجنه المنظمه. ده بالنسبه للقطاع النشاط الرياضي. برضو كمان بتكليف مجلس الاداره تشكيل لجنه
لتخطيط النشاط الرياضي، لوضع رؤية في المستقبل اللي جاي لخطط للنشاط الرياضي وأدائه. وأنا بتشرف الموجود في اللجنة دي مع الأستاذ إبراهيم الكفاوي والأستاذ محمد ضمطي، زملائي في المجلس، بحيث أن احنا نوضع استراتيجيات المناسبة لتطوير النشاط الرياضي ولزيادة موارده وتقليل العجز المالي بتاعه واكتشاف المواهب. ده يعني الخطوط العريضة بالنسبة فيما يخص لجنة التخطيط النشاط الرياضي. طبعا في مجالات تانية كانت برضو ألقت يعني بإظلالها على أعضاء الجمعية العمومية، اللي هو الجانب الخدمي. الحمد لله برضو تكليف المجلس ليا بالإشراف على ملف اللجان، وده ملف كبير جدا في النادي. احنا عندنا لجان كبيرة جدا كتيرة جدا، منها لجنة المرأة ولجنة الطفل اللي استحدثناها لأول مرة في المجلس ده، كانت دايما لجنة المرأة والطفل مع بعض، لكن شدة الإقبال والنظرة والتصور اللي كان مقدمه مجلس الإدارة ساعد الأعضاء كتير ان هم يبقوا متحفزين ان هم يشاركوا في اللجان دي. عندنا كمان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، لجنة الرواد، لجنة الشباب طبعا يعني من أكبر مكاسب اللجان، وكمان لجنة الرحلات اللي دلوقتي بقت إدارة الرحلات. الحمد لله عملنا قطعنا فيها شوط كبير جدا جدا، واجهنا تحديات كبيرة جدا كانت فيما يخص الرحلات، وعملنا رحلات مخصصة للرواد بأسعار مخفضة، وغيرنا طبيعة الرحلات وغيرنا طبيعة الانتقالات. ودي وكل اللي احنا وصلنا له هو المرحلة الأولى من الرؤية اللي احنا عرضناها على مجلس الإدارة في تطوير إدارة الرحلات، بأنها تدي للعضو الخدمة اللي هو بيتمناها، وفي نفس الوقت هي إدارة برضو مش هادفة للربح. فيمكن كانت آخر زيارة لينا من ضمن لجنات الرحلات زيارة مدرسة الصاعقة ومدرسة المظلات في أنشاص، وقد ايه كان وقعها كبير جدا علينا كلنا، كل اللي شارك فيها من الإدارة التنفيذية ومن أعضاء النادي ومن الأطفال ومن كبار السن ومن أعضاء مجلس الإدارة. فالحمد لله بناخد خطوات كويسة جدا في مجال خدمة الأعضاء. طبعا عندنا ملف كبير جدا اللي هو الملف الطبي وخدمات الملف الطبي للأعضاء كبار السن والأعضاء العاديين. الحمد لله عملنا كذا بروتوكول محترمين جدا هيفيدوا أعضاء النادي. أنشأنا وحدة علاج طبيعي مستحدثة بالكامل في فرع مدينة نصر. دي طبعا كان ليها واقع كبير جدا، لأنه مدينة نصر كانت في طلب أن يبقى في وحدة للعلاج الطبيعي مقارنة باللي موجودة في الشيخ زايد وفي الجزيرة. عملنا كمان بروتوكولات فيما يخص الأجهزة الطبية وأجهزة السكر والضغط، والحمد لله قدرنا نجيب لأعضاء النادي أسعار تكاد تكون بالمجان فيما يخص الأجهزة الطبية. كمان الحمد لله برضو أجهزة الاستشفاء اللي ساعدت فريق كرة القدم على أنه هو يكمل برنامج الريكفري بتاعه، الحمد لله كانت من الإنجازات الكبيرة جدا اللي حققناها. وكان الاتفاق اللي تم اتفاق غاية في الروعة يصب في مصلحة النادي في المقام الأول وفي مصلحة فريق كرة القدم. كمان عندنا مشروع التأمين الطبي اللي عملناه لأعضاء النادي بعروض منافسة جدا جدا، مش هيقدر عضو النادي ان يلاقي زيها لو هو حابب يأمن على نفسه طبيا. بالنسبة للناس اللي هم ما عندهمش شغل ثابت او عندهم شغل خاص او ما عندهمش شركات او اماكن بتقدم لهم خدمة التأمين الطبي، او اللي بيتقدم خدمة التأمين الطبي بس مش متوفرة لأولاده ولزوجاته، فطبعا قدمنا خدمة التأمين الطبي. عملنا كمان كارت خصومات للأعضاء فوق ال 65، وده بيقدم خدمة العلاج للكبار السن فوق ال 65، والنادي هو اللي متحمل تكاليف إصدار الكارت بالكامل وتقديم الخدمة. الحمد لله يعني في أمور كتير جدا جدا قدرنا نغطيها بشكل كبير جدا فيما يخص رؤية مجلس الإدارة للدورة دي وفيما يخص البرنامج الانتخابي. نتمنى إن شاء الله إن احنا يبقى عندنا الفرصة نقدم كمان كل اللي نقدر عليه لخدمة أعضاء النادي وخدمة الموظفين والعاملين وخدمة الفرق الرياضية، وده دورنا تجاه كل الشرائح المنتمين للنادي الأهلي. وطبعا الفترة اللي جاية لسه هتشهد كمان حاجات كبيرة جدا وملفات كتير جدا مهمة احنا هنشتغل عليها الفترة اللي جاية.
قالت لي أني هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة، شوف إحنا بنينا العيلة دي على إيه. أول ثلاث كلمات تحت أساسها التاريخ، وأساسها المبادئ، وأساسها التطوير، هي دي عيلة النادي.